الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد الصادق الوعد الأمين اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وأرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه واجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه وأدخلنا برحمتك في عبادك الصالحين. لعلنا جميعا تعلمنا في المدارس أن الكون جماد ونبات وحيوان وإنسان. الجماد شيء مادي له طول وعرض وارتفاع وله وزن وله حجم، هذا الجماد. أما النبات كالجماد له أبعاد ثلاثة، طول وعرض وارتفاع وله وزن وله حجم، إلا أنه ينمو. أضيف على خصائص الجماد النمو. طيب والحيوان شيء مادي يشغل حيز في الفراغ، له طول وعرض وارتفاع ووزن وحجم، وينمو كالنبات لكنه يتحرك. الحيوان بيمشي، الهرة تمشي. أما الإنسان شيء مادي يكون وزن وحجم وطول وعرض وارتفاع، ونشغل حيز في الفراغ، وننمو كالنبات، طفل صغير صار 180 سم، ويتحرك كبقية المخلوقات لكنه يفكر. تتميز أنت أيها الإنسان عن بقية المخلوقات أن الله أودع فيك قوة إدراكية، بهذه القوة الإدراكية تتميز على جميع المخلوقات. هذه القوة الإدراكية ما لم تلبى بطلب العلم هبط الإنسان عن مستوى إنسانيته إلى مستوى لا يليق به. هذا المستوى كيف وصفه القرآن؟ قال أموات غير أحياء. ضغط 80، ضغط 12 مثالي ضغطه، والنبض مثالي عند الله ميت. أموات غير أحياء، ليس من مات فاستراح بميت، إنما الميت ميت الأحياء. أول وصف من كتاب الله لمن شرد عن الله أموات غير أحياء. وصف آخر، كأنهم خشب مسندة، خشبة، كأنهم خشب مسندة. وصف ثالث، إنهم إلا كالأنعام، دواب، بل هم أضل سبيلا. وصف رابع، كمثل الحمار يحمل أسفارا، شيء مخيف. قرآن كله أموات غير أحياء، خشب مسندة، إنهم إلا كالأنعام، حملوا التوراة ثم لم يحملوها، كمثل الحمار يحمل أسفارا. أكبر سؤال وهم موضوع، من أنت؟ أنت المخلوق الأول عند الله، الأول، لأن الله في عالم الأزل حينما عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال، والسماوات والأرض مصطلح قرآني يعني الكون، والكون ما سوى الله. لما عرض الأمانة على السماوات والأرض والجبال أبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان، لأنه قبل حمل الأمانة كان عند الله المخلوق الأول رتبة، ولأنه المخلوق الأول سخر الله له ما في السماوات
وما في الأرض جميعا منه وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه تسخير تعريف وتكريم. يعني لك صديق مخترع اخترع جهاز كمبيوتر له خصائص ينفرد بها وقدمه لك هدية، أنت أمام شعورين، الإعجاب بعلمه والامتنان لفضله. هذا الكون مسخر تسخيرين، تعريف وتكريم. لذلك أخذ هذا من قول النبي الكريم لما رأى الهلال قال هلال خير ورشد. أي شيء خلقه الله له وظيفتان، وظيفة إرشادية ووظيفة نفعية. النفعية الغرب تفوق باستغلالها أروع استغلال، لكنه غفل عن الوظيفة الإرشادية. اعتقد يقينا ابنك آية، طعامك آية، الشمس آية، القمر آية، يعني مثل بسيط، الأرض تدور حول الشمس دورة كل عام، المسار إهليلجي بيضوي، معنى إهليلجي في قطران، قطر أطول وقطر أصغر، بيضوي، قطر أطول قطر أصغر. الأرض هنا سارت نحو القطر الأصغر بقانون الجاذبية، الجاذبية متعلقة بالكتلة والمسافة، فلما المسافة قصرت لا بد من أن تنجذب الأرض إلى الشمس، وإذا انجذبت إلى الشمس تبخرت في ثانية واحدة الأرض كلها، شرق أوسط مع أوروبا مع أمريكا مع أستراليا مع آسيا مع أفريقيا ثانية واحدة. لذلك ما الذي يحصل؟ دقيق، هنا ترفع الأرض سرعتها، لينشأ للرفع السرعة قوة نابذة تكافئ القوة الجاذبة فتبقى على مسافة. هذه آية كبيرة، إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، تنحرف، يد من؟ قدرة من؟ علم من؟ حكمة من؟ الآن هنا تابعت سيرها إلى القطر الأطول، الأطول المسافة طالت والجاذبية ضعفت، إذن هناك احتمال يقيني أن تتفلت الأرض من جاذبية الشمس، وإن تفلتت الحرارة 260 تحت الصفر والحياة انتهت. تنتهي الحياة إذا انذبذبت، وتنتهي الحياة إذا تفلتت. هنا تخفض الأرض سرعتها لينشأ من خفض السرعة قوة نابذة أقل تكافئ القوة الجاذبة تبقى على مسارها. الآية الكريمة إن الله يمسك السماوات والأرض أن تزولا، قليلة يد من؟ وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة، هذا هو الله. طيب هي الشمس أكبر من الأرض بمليون وثلاثمائة ألف مرة، يعني مليون وثلاثمائة ألف أرض تدخل في جوف الشمس، وبينهما 156 مليون كيلومتر. وحينما يقول الله عز وجل والسماء ذات البروج، يعني الأرض في أثناء دورتها حول الشمس تمر باثني عشر برجاً، أحد هذه الأبراج برج العقرب. أنا مرة كنت بأمريكا بذكر أي مدينة، دخلنا إلى قبة سماوية كالليل تماماً، هذا البرج في خطوط بين النجوم كالعقرب تماماً. هذا برج العقرب في نجم صغير أحمر اللون متألق يتسع
للشمس والأرض مع المسافة بينهما. قلب العقرب، هي من مسلمات علم الفلك، المسلمات. قلب العقرب يتسع للشمس والأرض مع المسافة بينهما. هذا الإله العظيم يعصى؟ ألا يخطب وده؟ ألا ترجى جنته؟ ألا تخشى ناره؟ أطع أمرنا، نرفع لأجلك حجبنا، فإنا منحنا بالرضا من أحبنا، ولذ بحمانا واحتمي بجنابنا لنحميك مما فيه أشرار خلقنا، وعن ذكرنا لا يشغلنك شاغل، وأخلص لنا تلقى المسرة والهنا، وسلم إلينا الأمر في كل ما يكون، فما القرب والإبعاد إلا بأمرنا، فيا خجلي منه إذا هو قال لي أيا عبدنا ما قرأت كتابنا، أما تستحي منا ويكفيك ما جرى، أما تختشي من عتبنا يوم جمعنا، أما آن أن تقلع عن الذنب راجعا وتنظر ما به جاء وعدنا، فأحبابنا اختاروا المحبة مذهبا وما خالفوا في منهج الحب شرعنا، فلو شاهدت عيناك من حسننا الذي رأوه لما وليت عنا لغيرنا، ولو سمعت أذناك حسن خطابنا خلعت عنك ثياب العجب وجئتنا، ولو ذقت من طعم المحبة ذرة عذرت الذي أضحى قتيلا بحبنا، ولو نسمت من قربنا لك نسمة لمت غريبا واشتياقا لقربنا، فما حبنا سهل، وكل من ادعى سهولته قلنا له قد جهلت، فأيسر ما في الحب بالصد قد سئل، وأصعب من قتل الفتى يوم هجرنا. يعني الإله العظيم حاولت تفتح معه خط ساخن، حاولت تتقرب منه، تخطب وده، تخدم له عباده، ترعى له من حولك، تنصحهم، تكرمهم، تدلهم على الله، ما لك عمل؟ ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. الطرائق إلى الخالق بعدد أنفاس الخلائق. أنت مين؟ أنت المخلوق الأول عند الله، أنت المخلوق الذي سخر الله لك ما في السماوات وما في الأرض جميعاً منه. تسخير تعريف وتكريم. التعريف يقتضي أن تؤمن، والتكريم يقتضي أن تشكر. فإذا آمنت وشكرت حققت الهدف من وجودك، وعندئذ تتوقف جميع المصائب والمعالجات الإلهية. والدليل ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. تسخير التعريف إيمان، تسخير التكريم شكر. إذا آمنت أيها الفرد وشكرت توقفت جميع المصائب، والدليل ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. أما كأمي وما كان الله ليعذبهم وأنت فيه. يا محمد ما دامت سنتك قائمة في حياتهم فهم في مأمن من عذابك. يعني السلامة والسعادة للفرد وللمجتمع. للفرد إن شكرتم وآمنتم، للأمة إن طبقتم منهج النبي الكريم. أخواننا الكرام، الإنسان عقل يدرك وقلب يحب وجسد يتحرك. غذاء العقل العلم، وغذاء القلب الحب، وغذاء الجسم الطعام والشراب. فإذا غذيت عقلك بالعلم، وغذيت قلبك بالحب، وغذيت جسمك بالطعام والشراب، تفوقت. فإذا اكتفيت بواحدة تصحرت. لا بد من أن تغذي عقلك بالعلم، وقلبك بالحب، وجسمك بالطعام والشراب.
إخواننا الكرام، مرة دعيت إلى زيارة معمل في ديربون سيارات، بس أول قال لي الدليل، قال لي السيارة فيها 300,000 قطعة، 300,000. أنا كراكب إلى غلاف معدني، محرك، عجلات، بنزين، سائق، 300,000 لستة. يعني إذا كان جعلت هاللقاء طيب عن كليات الدين، الكتل الكبرى في الدين، هذا هو محور اللقاء الطيب. أول كتلة، أول كلية هي العقيدة، إن صحت سلمت وسعدت في الدنيا والآخرة. العقيدة، الإيديولوجيا، الفلسفة، المنطلقات النظرية، التفكير. العقيدة أخطر شيء بالدين. إن صحت العقيدة صح العمل، إن صح العمل سلمت وسعدت في الدنيا والآخرة. إلا أن العقيدة لا تؤخذ تقليداً بل تؤخذ تحقيقاً، تحقيق. الله ماذا قال؟ فاعلم أنه لا إله إلا الله. ما الإيمان؟ هو التوحيد. وما تعلمت العبيد أفضل من التوحيد. التوحيد ألا ترى مع الله أحد. التوحيد أن ترى أن يد الله وحدها تعمل. لذلك إخواننا الكرام، التوحيد تسعد به علاقتك مع جهة واحدة. من دون توحيد علاقتك مع مئات الجهات. فكلما كنت موحدا كنت سعيدا. أما المشرك يقذف الله في قلبه الخوف، فقذف في قلوبهم الرعب بما أشرك. لذلك الأمن أكبر عطاء إلهي للمؤمن، أكبر عطاء إلهي، بل نعمة الأمن لا يستحقها إلا المؤمن والدليل. قال تعالى: فأي الفريقين أحق بالأمن إن كنتم تعلمون؟ الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن. الله ما قال أولئك الأمن لهم، لو قال الأمن لهم ولغيرهم كان تقول نعبد إياك ولا تنفي أن نعبد غيرك، أما إياك أن أعبد واحد. أولئك لهم الأمن. أؤكد لكم يقيناً لا يتمتع بنعمة الأمن إلا المؤمن، والذي أشرك لا بد من أن يخاف. قذف في قلوبهم الرعب بما أشركوا. قرآن لنا أخواننا الكرام، يعني كليات الدين العقيدة. الإنسان بيقول لك أنا دكتور. شو معنى دكتور؟ ما بدا دكتور، كاتب دال واسمه جنبه بس الدال. ما معنى دال؟ يعني دكتور معه ابتدائي طبعا، متوسط طبعا، ثانوي طبعا، جامعي طبعا، إن كان علوم بكالوريوس، وإن كان آداب ليسانس. طيب دراسات عليا طبعا، دبلوم عامة، دبلوم خاصة، ماجستير، دكتوراه، كم شهادة؟ يعبر عن هذه الشهادات كلها بحرف دال. بدك تكون مؤمن تدخل الجنة بلاش، بلا التزام، تعيش على أهوائك، ما دخلنا يصطفلوا ينباعوا بالعزاء، فخار يكسر بعضه، سلامتك يا راسي، إيه من أخذ أمي عمي، كلها كلمات عوام. ما تقدم شيء للأمة، ما تفكر بالدين، ما تقدم شيء للبلاد الإسلامية، ما تغار على ما يجري في العالم الإسلامي، ما لم تهتم بشأن المسلمين فلست منهم. كلام دقيق. إذا أول شيء، أول كتلة بالدين
كل الإيديولوجية الفلسفة المنطلقات النظرية الجانب العقدي في الدين كلها بالحب جانب فلسفي لما الإنسان بيسرق كيف سرق؟ تصور خطأ إنه حيجمع مال كبير بلا جهد بس غاب عنه السجن 30 سنة أي غاب عنه لذلك المؤمن يرى بنور الله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته كفالتين رحمة في الدنيا رحمة في الآخرة ويجعل لكم نورا تمشون به يعني صور سيارة الطريق وعر في أكمات في صخور في حفر في انحرافات في منعطفات ما في ضوء الحادث حتمي ما هي الصلاة؟ الصلاة نور الصلاة حبوب الصلاة طهور لذلك لا خير في دين لا صلاة فيه الصلاة عماد الدين وعصام اليقين وسيدة القربات ومعراج المؤمن إلى رب الأرض والسماوات فالسيارة هي بدها محرك هي الشهوة اللي بيقول للشهوات لو الله عز وجل ما وضع فينا الشهوات كنا ارتحنا لا لولا الشهوات ما ارتقينا إلى رب الأرض والسماوات كيف أنت ترفع عن الله؟ بغض بصرك أحياناً أحياناً بالترفع عن مال حرام عندك شهوات الشهوة ممكن تتحرك فيها 180 درجة الشرع سمح لك ب 110 درجة ما دمت ضمن الدرجات أنت بمحبوب اسمع القرآن ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله في معنى المخالف الذي يتبع هواه وفق هدى الله لا شيء عليه نحن ما في عندنا حرمان بالدين إطلاقا ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله معنى المخالف عند علماء الأصول الذي يتبع هواه شهوته وفق هدى الله لا شيء عليه لا تتصور الدين حرمان يعني أنت لما تمشي بالطريق وترى لوحة كتب عليها ممنوع التجاوز حق الألغام بربك هل تعد هذه اللوحة حدا لحريتك أم ضمان لسلامتك هذا الشاهد في اللحظة التي ترى هذه اللوحة ضمانا لسلامتك أنت فقيه ورب الكعبة كلمة ثانية أنا من سوريا المثل من سوريا واحد له بحمص مليونين ليرة تاجر كبير مع مدين أحد زباينه ركب سيارته وحديثة جدا أحدث موديل وتوجه لحمص بعد عذرة في لوحة صغيرة سطر واحد الطريق إلى حمص مغلقة بسبب تراكم الثلوج في النبك شو بيساوي؟ بيسمع بيرجع طيب شو رجعوا مع سيارته الضخمة والطريق ناشف والشمس بالشام طالعة والمبلغ ضخم رجعوا خمس كلمات إذا الإنسان ماذا يحكمه؟ النص والدين نص الدين نص لو قلت ذهب بقرع الحمص ذهب فيه ماشي لحالها وين بتوقف؟ عند الدرجات ما الذي حكمها؟ الواقع لا تقول لي أنا واقعي قول أنا نص واضح تمام؟ لا تقول لي أنا واقعي أنا نصي، أنا إنسان معي دين ونص قرآن وسنة قال لك أي حرام حرام حلال حلال فكلما ارتقى مستواك تعرف أنه أنت النص يحكمك أذكر مرة كنت بالمغرب
وعدت إلى دمشق بالطائرة. قائد الطائرة كان تلميذي، وضعني عنده بالغرفة بالكابين القيادة. لما دخلنا إلى سوريا من طرابلس، والله بهذه العين رأيت طرطوس قصيدة بنظرة واحدة، وحمص الشام بنظرة واحدة. معناها لما ارتفعت 12,000 قدم أو 12,000 متر، 30,000 قدم، رأيت مسافة 500 كيلو متر. تعلمت درس ثاني، كلما ارتفع مقامك اتسعت رؤيتك، وأنا الطفلة، وكلما ارتفع مقامك اتسعت عاطفتك. في إنسان بيحب نفسه فقط، في إنسان أفضل منه بيحب عائلته، يعني أسرته، مرته وأولاده، في إنسان وإخواته والبنات والذكور وأصهاره وكناينه أوسع، في إنسان قومه، إنسان بلده، إنسان أمته، إنسان إنساني، إنساني، أي أوسع دائرة. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه. العلماء قالوا، إخواني دارسين شريعة، المطلق في القرآن على إطلاقه، لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه، يعني في الإنسانية أوسع شيء، ما يحب لنفسه. فلما أنت بتحب لأخيك في الإنسانية ما تحب لنفسك، أنت إنسان وربي تعالى، وأن تكره له ما تكره لنفسك. لذلك الإنسان، أم حسب الذين اجترحوا السيئات، قال لي مرة واحد، قال لي يعني بتقول المؤمن سعيد؟ لا مو سعيد. أنا أيام بسهرة معينة بتلاقي واحد غير مؤمن، قد يكون علماني وقد يكون ملحد، بالجوامع كلهم مؤمنين الحمد لله، أما بالجلسة الخاصة بسهرة، قال لي بتقول المؤمن سعيد؟ لا مو سعيد. قلت له اشرح لي شوف. قال لي يعني إذا في موجة غلاء يتحملها المؤمن، وفعلا وإذا موجة حر شديدة يتحملها المؤمن. قلت له جوابي، إذا واحد عنده 8 أولاد ومعاشه 3,000 ما بيكفوا حق 5، وبيته بالإجرة وعليه دعوة إخلاقها، هيك نحيت له ظروف نادر تجتمع، اللي صعب كثير. قلت له له عم معه 500 مليون وما عنده أولاد، مات في حادث، شو صار؟ 500 مليون انتقلوا لك خلال ثانية، وأنت فقير بدقع، ولحد ما بضم لك سنة. ليش بين سنة أنت أسعد إنسان؟ ما بخرج، ما أكل كلمة، بسكليت ما اشتريت، دخلت بالوعد، بالوعد، اسمع القرآن، أفمن وعدناه وعدا حسنا فهو لاقيه كمن متعناه متاع الحياة الدنيا. أحد أكبر أسباب سعادة المؤمن الله وعده بالجنة. ومن أوفى بعهده من الله ومن أصدق من الله حديثا. فنحن أحد أكبر أسباب سعادتنا الإله العظيم وعدنا بالجنة. لذلك المؤمن يوم القيامة يرى مقامه في الجنة فيقول لم أرى شرا قط. وقد يرى الآخر مكانه في النار يقول لم أرى خيرا قط. هي كلمة واحدة، يا أما أسعد إنسان يا أشقى إنسان. الأمر خطير، الأمر مصيري، سعادة أو شقاء، موت أو حياة. إخواننا الكرام، ورد ببعض الآثار القدسية أنه أصعب ليلة أول ليلة بالقبر، أصعب ليلة، أصعب ليلة، من بيت 450 متر وزوجة شابة وأصحاب وأولاد وبنات وصبيان وكنائن، مكانة اجتماعية وولائم وسفر وسياحة وسيارتين ثلاثة، شايف الوضع هذا على القبر. شو الخبر؟ شيء مخيف. ورد بالأسر أن عبدي رجعوا ودركوك وفي التراب دفنوك، ولو بقوا معك ما نفعوك،
ولم يبق لك إلا أنا وأنا الحي الذي لا يموت. سمعت خصوصا واحد بمصر والده غني جدا توفى وسمعان الشاب ابنه الحديث شو بدي ساوي؟ ما خلق غيره. قام فكر ليه مع واحد أولين مو أولين بس؟ إجا لواحد فقير لدرجة غير معقولة من شدة فقره لابس كيس خيش تبع لبح فاتحه من فوق جنبي راسه من طرفين وقتين راته بحبه. بتنام مع أبونا ليلة بالأمر نفتح لك طاقة مشان تتنفس منها نعطيك 10 جنيهات إطار عقله 10 جنيهات أنا بنام معه. أنا قصة بدت بقى القصد منها معلومة دقيقة. جاء الملكان قال له عجيب اثنين بالأمر العادي واحد بالله الثاني هو ميت طيب خاف قام حرك رجله قال له هذا مو ميت تعال نبدا فيه جلسوا لابس كيس قمح بنسميه بالشام كيس خيش شو بسموه كمان خيش كيس خيش لابس وفاتحه من فوق لراسه تقول على ايدين راته بحبله بدو بالحبله هي منين جبتها؟ قال من البستان شلون فت للبستان؟ ما عرف يداوي موتوه بالقتل قام طلع الاب طلع هذا من القبر قال الله يعيد ابوك والله الذي لا اله الا هو. كنت مره بجده والذي استضافني في جده وضعني بفندق درجه اولى اولى على البحر في امامي بنايه 14 طابق قال لي هي لها قصه شو القصه؟ قال لي جدي توسعت 90 كيلومتر صارت القطر الطولي 90 كيلومتر هذا اخر شيء اخر شيء جدي قال لي في ارض صاحبها بدوي التعبير العامي درويش يعني اجدب يسموه الدرويش الاجدب مو عارفان سعرها قديش اجى مكتب عقاري خبيث اشتراها منه بربع قيمتها ضحك عليه هذا وعمروا البناية 14 طابق اللي صار أنه 3 شركاء أول شريك وعق من فوق نزل ميت والثاني دهس أنا البناء شفته بعيني الشريك الثالث انتبه بحث عن صاحب الأرض البدوي ضحكوا عليه بحث عنه 6 أشهر حتى عثر عليه عطاه 3 أمثال حسنه أخذوا منه ربع قيمتها عطاه هي أول واحد ربع ثاني ربع ثالث ربع رابع قام قال البدوي دلوقتي لحقت حالك لحقت حالك ولا يا أخوان ما دام القلب ينبض ندر لحي حالك القلب ينبض لحي حالك أخواننا الكرام كليات الدين العقيدة أهم شيء إيديولوجيا المنطلقات النظرية الجانب العقدي فلسفتك للأمور الثاني الاستقامة ما لم تستقم على أمر الله لن تقطف من ثمار الدين شيئا ما لم تستقم على أمر الله لن تقطف من ثمار الدين شيئا. الثالث اخواننا الكرام العمل الصالح حجمك عند الله بحجم عملك الصالح الكليات اول وحده الجانب الايديولوجي العقدي المنطلق النظري كله مش معقول جانب فلسفي يعني والجانب الثاني الجانب السلوكي سلوكي نوعين في سلب وفي ايجاب السلب انا ما اكلت مال حرام ما انا ما كذبت ما انا ما اغتبت ما انا ما اذيت انسان ما كلما ات استقامه سلبيه انا دفعت من مالي ايجابيه دفعت من وقتي من خبرتي من جاهي
صافي عندنا الجانب العقدي الإيديولوجي والسلوكي. سلوكي نوعان، استقامة سلبية وعمل صالح إيجابي، والكلية الرابعة الاتصال بالله. وأقم الصلاة لذكري، وأقم الصلاة لذكري. فأنت بالصلاة تتصل مع الأصل، مع المطلق، رحمة، علم، حكمة، رأفة، غنى، قوة. هذا الكائن الضعيف يتصل مع الإله المطلق المطلق. لذلك لا خير في دين لا صلاة فيه. الصلاة عماد الدين وعصام اليقين وسيدة القربات ومعراج المؤمن إلى رب الأرض والسماوات. إخواننا الكرام، أول جانب عقدي، الثاني سلوكي. سلوكي نوعان، سلبي استقامة، إيجابي عمل صالح. يعني دقق بالآية، ولكل درجات مما عمل. حجمك عند الله بحجم عملك الصالح، حجمك عند الله بحجم عملك الصالح. بل إن علة وجودك في الدنيا العمل الصالح، والدليل ربي ارجعوني لعلي أعمل صالحا. ما العمل الصالح؟ العمل الصالح هو عمل يصلح للعرض على الله، ولا يصلح العمل للعرض على الله إلا بشرطين: أن يكون خالصا وصوابا، صوابا ما وافق السنة، وخالصا ما ابتغي به وجه الله. العمل الصالح كما قال تعالى: وأن أعمل صالحا ترضاه. العمل الصالح لا يرضى الله عنه إلا بشرط: أن يكون خالصا وصوابا، خالصا ما ابتغي به وجه الله، وصوابا ما وافق السنة. أول كتلة إيديولوجيا، فكر نظري، تصور، عقيدة، منطلق عقدي، بيطلع من كله. جانب فلسفي يعني هو. السلوكي، سلوكي نوعين، جانب سلبي استقامة، ما أكلت مال حرام، ما كذبت، ما غشيت، ما أذيت، ما فرقت بين شخصين. والإيجابي، أنفقت من مالي من عندي. والله كنا بالشام، 10 إخوان من إخواني معهم بورد من أمريكا، سووا مجلة، كل واحد كتب أحدث ما درسوا يعني، وعملوها مجلة بين أيدي الأطباء جميعا. يعني علمه اللي هو تفوق فيه ما احتكروا قدموا لكل من حوله. مرة ثانية، حجمك عند الله بحجم عملك الصالح، ولكل درجات مما عملوا. والعمل الصالح لا يقبل إلا بشرطين: إذا كان خالصا وصوابا، خالصا ما ابتغي به وجه الله، وصوابا ما وافق السنة. الآن في عنا منطلق نظري، سلوك سلبي استقامة، إيجابي عمل صالح. هلا الصلاة، اسمعوا: وأقم الصلاة لذكري. فالصلاة ذكر، وقال: فاذكروني أذكركم. يعني إنك إن صليت أديت واجب العبودية لله، فإذا ذكرك الله، إذا ذكرك الله منحك نعمة الأمن لا يتمتع بها إلا المؤمن. إذا ذكرك منحك السكينة تسعد بها ولو فقدت كل شيء، وتشقى بفقدها ولو ملكت كل شيء. أي السكينة أعظم عطاء إلهي، يعني يعطيك الحكمة. أنت بالحكمة تجعل العدو صديقا، بحكمة. من دون حكمة تجعل الصديق عدوا.
أنت بالحكمة تسعى بزوجة بالدرجة العاشرة، بلا حكمة تشقى بزوجة بالدرجة الأولى. بالحكمة تتدبر أمرك بالمال المحدود، من دون حكمة تتلف المال الكثير. أنا أكاد أقول لكم أعظم عطاء إلهي على الإطلاق الحكمة، بس هذه لا تأخذها أنت. ومن يؤتى، تؤتى ولا تؤخذ، تؤتى ولا تؤخذ، يعني أحد أسباب سعادة المؤمن الحكمة الذي أكرمه الله بها. فيا أخواننا الكرام، هي كليات الدين جانب إيديولوجي عقدي نظري، جانب سلوكي سلبي استقامة، سلوكي إيجابي عمل صالح، جانب اتصال بالله. هذا الاتصال هو أجمل ما في الدين. لذلك أخواننا الكرام، أنت إذا استطعت أن تفتح خطاً ساخناً مع الله، من أحبنا أحببناه، ومن طلب منا أعطيناه، ومن اكتفى بنا عما لنا قلنا له وما لنا. من هنا أراد الله عز وجل أن يكون هذا الدين اختياراً. حياتنا بيده، موتنا بيده، من حولنا بيده، أقوياء بيده، الضعفاء بيده، ومع كل ذلك ما أراد أن نعبده إكراهاً. قال لا إكراه في الدين. يعني سؤال أخوان طلاب علم الشرع، تعرفوا الله عز وجل واجب الوجود، واجب الوجود، لكن ما سواه ممكن الوجود. ما معنى ممكن الوجود؟ ممكن أن يكون أو أن لا يكون. معنى ثاني، ممكن أن يكون على ما هو كائن أو على خلاف ما يكون. ما كان ممكن يحط لنا الكفار بكوكب ثاني بالمريخ، ارتحنا نهائي، ما في ولا مشكلة. ما كان ممكن بقارة خاصة فيهم، ممكن بس ما صار. ما كان ممكن بحقبة زمنية خاصة، ممكن، بس شاءت حكمة الله أن نعيش معه على أرض واحدة وفي زمن واحد، لأن الحق لا يقوى إلا بالتحدي، ولأن أهل الحق لا يستحقون الجنة إلا بالبذل والتضحية. فنحن في الدنيا نسعد بها إذا أقبلنا على الله وطبقنا منهج الله، والدنيا في الدنيا جنة، من لم يدخلها لم يدخل جنة الآخرة. في دليل قرآني، ويدخلهم الجنة، قال عرفها لهم ذاق طعمها في الدنيا. أقسم لكم بالله، يجب أن تقول ليس على وجه الأرض من هو أسعد مني إلا أن يكون أتقى مني. هو التكبير متصفيق. الله يبارك فيكم جميعا، احفظكم الإيمان. أخواننا الكرام، قضية الدين قضية مصيرية، مصيرية. يعني كنت أضرب مثلا، واحد نجح من السابع للثامن، حالي ثامن تاسع، تاسع عاشر، عاشر حادي عشر، حادي عشر ثاني عشر، الثاني عشر على بالك بيحددوا مصيرك. اتمنى يا طب يا طب، ممكن تكون بمرتبة عالية، ممكن علامات قليلة كثير. فأنت الآن مع الدين موضوع مصيري، بيتك إسلامي. شوف، إذا أقمت أمر الله فيما تملك كفاك ما لا تملك. شو قولك؟ أنت ماذا تملك؟ تملك نفسك. هل أقمت هذا الأمر في نفسك؟ ما بيكفي. وفي بيتك؟ ما بيكفي. وفي عملك؟ عندك كل دواعي أن تقيم هذا الدين في نفسك وفي بيتك وفي عملك. ومن أقام أمر الله فيما يملك كفاه ما لا يملك. الذي أتمناه على إخوتي الكرام أن تنتبه لهذه الدوائر الثلاث التي سوف تسأل عنها، نفسك وبيتك وعملك. ولك عمل صالح مع الكل. أرجو الله سبحانه وتعالى
أن يحفظ إيمانكم جميعاً وأهلكم وأولادكم وصحتكم ومالكم واستقرار البلد التي أنتم فيها. هذه نعمة لا يعرفها إلا من فقدها. نحن في الشام فقدناها. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. تكبير الله أكبر. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. جزا الله إمامنا وشيخنا الفاضل خير الجزاء وجعله الله سبحانه وتعالى في ميزان حسناته، آمين يا رب العالمين. وبارك الله فيكم أيضا، فإن شاء الله بعد صلاة العشاء سوف يكون هناك عشاء.